أنا ما سمعتك غلط، مو هيك؟ إذا اشتغلت بمزرعتك، قصدي إذا قبلت عرضك، رح تعطيني سندات بابا؟ طبعا. رح فكر بالعرض. ليش في عندي خيار تاني؟ إذا ما قررت بسرعة رح تضيع الفرصة منك. طريقة حكيك أبدا. لسه ما اشتغلت عندك، على الأقل هالليلة. طبعا إذا قبلتي عرضي. في عندي شرط واحد، أهم شيء بالنسبة لإلي إنك تلتزمي بقواعد الشغل معي. شو رأيك، موافقة؟ أنا إذنكم. إذنك معك. حديثنا طول، أنا صار لازم روح. كأنه تأخرنا كتير هون. طيب خلينا نمشي، يلا بدنا نروح. عاصي شبه وشك مو عاجبني، غير في شي زاجي أحكي. يمكن لاني لابسه كعب اليوم، ماني متعوده. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانتم فاتن، فاتن قومي يلا. أنا رايحة على مزرعة أمير، إذا بابا سأل عني دبري الموضوع من عندك. ماشي. رح أقول له أنك عم تحطي المخدة فوق التخت. فاتن بلا غلاظة، قومي اسمعيني. احكي، عم بسمعك. ليكي، أنا رايحة على مزرعة أمير، رح أشتغل هنيك اليوم. على مزرعة أمير؟ ما سمعتي بابا لما قال خليكن بعاد عن أمير وكريم؟ بلا، هلأ ما بقدر أحكي. أنتي بس غطي علي قدام بابا كم يوم. ماشي؟ ماشي، ولا يهمك. ماشي، أنا بدبرها. بس إذا سألني شو بدي أقوله؟ شو شايفك فاي من هلأ؟ شو وصلك اليوم؟ بقولوا صباح الخير بالأول. ايه والله نسيت، شكلك ما نمت ولا لحظة. تعا خلينا نفطر ونحكي، الهواء نضيف وكتر الأكل رح يخلينا نسمن كتير. شو عم تستنى حدا؟ لا أبدا، صفنت شوي. كيف صارت رجلك؟ أحسن بكتير. طبعا لأنك شفتها. الشاي جاهز يا بيك، بس لهلا لسه ما وصلت الآنسة عاصي، رح تجي بخبركم فورا. عاصي رح تشتغل بالمزرعة، يعني إذا قبلت. والله في تطورات كتير وما عندي خبر، احكي لنا شو القصة بالضبط؟ إذا اشتغلت هون لا سمعت ولا شفت ولا بتعرف. تكرم، يلي بدك يا بيصير. إذا عن جد ضمناني يرجع لكم السندات، شو المشكلة؟ روحي ولا تخافي. صار لازم روح. إلك أكثر من ساعة وأنت عم تقولي صار لازم روح. بس صحيح ما قلتي لي لك عاصي، شو بدهم يشغلوكي عنده؟ ما بعرف. سكرتيرة ولا خدامة بيطرية، شو الشغل؟ بعدين لإمتى رح تضلي تشتغلي؟ وإمتى بيخلص اتفاقكم وبيرجع السندات؟ والله ماني فهماني عليكي شي. ليكي ما في داعي لهذا الحكي، وما بقى تسأليني عنه أبدا. طيب ما تعصبي هلأ، بس لازم تعرفي أنه أبوكي بالأخير رح يعرف أنه السندات عند أمير. إذا رسلان عارف أكيد رح يقول له.
ليه رسلان هون؟ لا لازم شوفه. جبرية تركي البقرة وروحي، هي شغلة خديجة. ما شفت لخديجة اليوم، فقلت لحالي أنا بحلبهم. تاني مرة ما تعملي هيك، كل واحد بيعرف شغله هون. خلص مثل ما بدك يا أنسل. يلا روحي على شغلك. ماشي رايح. شو صاير هون؟ اجيت لحتى أشوفك رسلان. إذا بتبعد على البنات بيكون أحسن إلك وإلهم، يعني ممكن حدا يفهم هاي التصرفات غلط. شو كان بدك مني؟ الشغلات اللي بتعرفها عن سندات أبي لازم ما حدا يسمع عنها، أبي رح يتضايق كتير إذا عرف. طبعا أنت بتأمر يا عز. شو عم تساوي؟ عم حاول أبعتها صورة. تعرف ولا مرة زبطت معي. يمكن هيك ليلى حبت تشوف صورة فاتن. ها كأنه زبطت. لك انت شو عم بيصير معك؟ ملبك حالك؟ انا ولا انت؟ انا عجبتني حالتي، ليلى حبت تشوف فاتن، حتى رح خليهم يلتقوا. ما بتعرف بركي حبوا بعض. ليك وصلت شغلتك الجديدة يا سيدي. حابب اسمع شو رح تقلي لانه تاخرت على الشغل. تيسر انت وانا بالحق. شو مشان الاجتماعات؟ فهمت عليك. يا الله على القفشه عم يستناني. انا بعتذر امير بيك، فقت متاخره. إذا بتحب فورا نبلش بالشغل. ماشي من هون. شو رأيه أبوك بشغلك معي؟ إذا عرف أكيد رح يعمل لي مشكلة، مشان هيك ما خبرته. يعني ممكن خبره بعدين، ممكن أعرف شو بدك يعني اشتغل بالضبط. من وين رح أبدأ؟ في شي محدد يعني؟ فيك تقولي مثل ما عم تساوي بمزرعتكم مو أكتر. يعني مو عارفان شو بدي أشتغل. بهي معك حق هالمرة. هلأ إذا ما في عندك زرع اسقيه وعشبه، ولا بقر مشان طعميهم وأحلبهم، ولا حتى غنمات أخدهم على المرعى لحتى يأكلوا، طيب شو ممكن أني ساوي بهيك مزرعة كبيرة؟ ممكن تقلي؟ مبدئيا ممكن تهتمي بحصاني، وبعدين رح نشتري دواب ونحطهم بالمزرعة، وانت رح تشتريهم. اتفقنا؟ اهلين عارف. شكرا لانك اجيت. ولو شو هالحكي تكرام. قالوا لي انك عم تدور على شغل وما عم تلاقي شي مناسب، هذا الحكي صح ولا لا؟ اي والله يا استاذ، صار لي فترة قاعد. اسمع لأقلك، انا بحاجة شخص اوثق فيه ويشتغل معه.